السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما أفضل بحكمها سيرة الحجر سيرة الجحم والنحر أم غالية الثمن؟ هذه المسألة، هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟ هو الغالب أنهما متلازمان، أن الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أغلى، لكن أحيانا يكون بالعكس، أحيانا يكون بالعكس. فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية قلنا الكبيرة أفضل وإن قلت قيمتها، وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عز وجل قلنا كثيرة الثمن أفضل، لأن بذل الإنسان المال الكثير تعبد لله يدل على كمال عبادته وصدق عبادته. والجواب أن نقول لهذا انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، ما دامت المصلحتان قد تعارضتا فانظر ما هو أصلح لقلبك. إن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن الكثير فابذل الثمن الكثير. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.